بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة الفجر سورة مكية تقع في الجزء 30، هذا الجزء المطروق لكثير منا والذي قرأناه إما في مدارسنا أو سمعناه في صلواتنا. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته تبارك وتعالى، والقسم بالوقت والزمان وبعضه إنما يدل على عظمة هذا القسم. ولذلك تأمل الله عز وجل، أقسم بالليل، أقسم بالضحى، سورة كاملة اسمها سورة الليل وسورة كاملة اسمها سورة الضحى، وأقسم الله عز وجل بالفجر وأنزل سورة كاملة اسمها سورة الفجر، بل إن الفجر ذكره الله عز وجل وأقسم به وقتا كاملا وذكره بما يتلى فيه. قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما المقصود بقرآن الفجر؟ يعني القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي يشهده؟ يا مشايخ، من اللي يشهد قرآن الفجر؟ تشهده الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. ما معنى يتعاقب؟ يعني الملائكة الذين نزلوا يصعدون، والملائكة الذين في العلو ينزلون، مثل الشفتات يعني، ولله المثل الأعلى تبارك وتعالى. فيلتقون في صلاتي الفجر والعصر، فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يسأل مين؟ الذين صعدوا. قال: تركناهم وهم يصلون، وجئناهم، يقصد من؟ الذين نزلوا وهم يصلون. ما هي الجائزة؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولذلك هذان الوقتان ترتب عليهم من الفضل ما لم يترتب على غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فمن يطلبه بشيء من ذمته يكبه على وجهه في جهنم، عافانا الله وإياكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: قال: من لم يصلي العصر في جماعة فكأنما أوتر أهله وماله. ما معنى أوتر؟ يعني ضيعهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، كل الصلاة نحافظ عليها، والصلاة الوسطى. ولماذا خص الفجر والعصر؟ حتى رجل جل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، ولذلك هذا الرجل كان ينام عن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على الفجر والعصر. لماذا الفجر والعصر؟ لأن هذا هو أغلب وقت الناس نايمين. فين؟ في هذين الوقتين. المغرب انت قيدك صحيت، تغديت، عينت خير، اذا في مطش اتفرجت عليه، اذا في مسرحيه شفتها، ها، والمزاج مروق، واذا في حجر شيشه كمان كر 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 اديتها، ضبط نفسك مية مية يعني، جزاك الله خير، واذن المغرب يلا جنب البيت، والعشاء كمان بينه وبين المغرب كله ساعه ساعه ونص، والظهر وانت اصلا في العمل فرصة أطلع عشان أغير إيش جوي شوية، عامل نفسي ولد فقيه بيصلي ما شاء الله، الصلاة الصلاة الصلاة، طيب روح صلي يا أخوي، الصلاة الصلاة الصلاة. يقول لك: إيش الحر اللي إحنا فيه ده، خلينا نغير جوي شوية. لكن الميزان فين؟ في الفجر وفي العصر. ليه؟ لأنك أنت ما شاء الله السهرة كانت طويلة، من تيسبوك إلى فيسبوك إلى تويتر إلى واتس إلى إيم إلى يوتيوب علامة جوجل، مريت على الناس دي كلها، لين أخونا في الله نام،
يجي خوي يصحي. هذه الآية اللي سمعناها في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المطلوب مني ومنك فقط أن أنا إيش أذكرك وتذكرني، لكن أنا لست عليك إيش، أنا ما أسيطر عليك. أمرك إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولذلك من ينتفع بالذكرى؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا جاء زميلك في السكن أو خوي يقول لك الصلاة، تقول يا أبوي فكنا، أنا عارف ربي وعارف الصلاة، فراجع إيمانك، لأن ما ينتفع بالذكرى إلا مين؟ إلا المؤمن. لكن لما تقول له أبشر وجزاك الله خير وتقوم من فراشك تنتفض لربك تبارك وتعالى، أبشر بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى الصلوات بالنور التام يوم القيامة. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. نصبت في الدنيا وتعب، بعض الناس يتعب ويصحى للعمل، يقول لك يا أخي لو جلسنا يا أخي، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يا ولد يا فقيه ما شاء الله، عرفت السماء تمطر ذهب ولا فضة؟ حتمطر عليك جنة ونار يعني السماء يعني؟ طيب ما تقوم تصلي جزاك الله خير، ما تقوم تصلي يا أخي. والله عز وجل تكفل برزقك وأنت في بطن أمك وعمرك 120 يوما، كما من حديث ابن مسعود في الصحيح: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. حديث المسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 40 40، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقنا وشقنا. قضية منتهية. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقك أمر منتهي، بس المطلوب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إنك تبذل إيش؟ السبب فقط. وأحيانا سبحان الله يأتيك بالأرزاق من غير أن تبذل السبب. الله تبارك وتعالى من غير ما تبذل السبب سبحانه وتعالى إذا الله عز وجل يرزقك تبارك وتعالى. كاتب الله لك هذا الرزق أن يأتيك فإنه سيأتيك. ولذلك أحد الناس يوما، امرأة في مجاهيل إفريقيا، وجاء ذاك المنصر وأتاها بالأرزاق، سلم لنا بالأرزاق، ولما أعطاها شكرته، قال لك أنت ما سألتيني أنا ليش جبت لك هالأرزاق؟ قالت: ما يهمني، إن الله عز وجل إذا قضى رزق للعبد أرسله ولو مع الشياطين. وجي عشان ينصرها يقول لها: خذي وادخلي معنا فين؟ قالت: ربنا لو رسل الرزق رسل حتى مع الشياطين. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا تحمل هذا الهم يا أخي المبارك، عايزين ربي الولاد، أنت بتربي الولاد، أنت ربنا اللي بربي الولاد جزاك الله خير، وأنت الذي تطعمهم وأنت الذي تسقيهم. لا يا أخي المبارك. يقول أحد المشايخ، يقول: سبحان الله، شاب أمه كانت في العناية المركزة بين الحياة والموت، هو طالع يزور أمه سبحان الله، اشترى معاه، هو طالع اشترى بعد المقاضي وكذا، وطالع من السوبر ماركت وجد هذه القطة التي تبل الثرى تبغى تشرب إيش، جالسة تشرب موية من هالثلاجات اللي تنزل قطر الموية، هذه الفريون هذا حق المكيفات هذا.
راح اشترى قارورة مويه سبحان الله وقطعها وجلس ايش يسقي هلبس. في هذه اللحظة سبحان الله أمه رأته بين النوم واليقظة وفاقت وطلعوها إلى التنويم. فراح الولد متعود أمه كل يوم فين؟ في العناية المركزة ميتا مرة. فراح ما لقى أمه انفجع، أمي ماتت ماتت. قالوا لا لا، الغرفة رقم كذا طلعناها التنويم، ترى فاقت ومعينة خير. طلع كده وقبل رجلين أمه وراسه وحمد الله مع السلامة وإيش اللي صار وكذا. قالت يا ولدي وقت ما أنت أكلت زقيت البسة أنا ربنا أكرمني. وإيش علمها سبحان الله؟ وقت ما أنت زقيت البسة أنا قالت ربنا أكرمني. أحد الناس راكب بذاك السيارة لكزس فارهة، وسبحان الله عد عليه واحد يسأل قال له أخي عطنا مما أعطاك الله. قال الله يعطينا ويعطيك. قال أنا عارف الله يعطينا ويعطيك، بس أنت غني تصدق علي أنا فقير. شوف بعض احيانا السؤال عنده فقه. قال اخي طلع من اللي عندك ما شاء الله نجلس بكم 100,000. قال الله يعطينا ويعطيك. سبحان الله مشى وداور هالرجال واثرت في الكلمه. فاذا بامراه من اللاتي يقومن القمايم هذا سبحان الله اعطته ريال. ورجع الرجال راعي النجلس هذا سبحان الله واثرت في الكلمه، يدور في مين؟ في هل اللي ساله ما لقاه. لقى مين؟ لقى من؟ ولد الحرمة. أعطاها 10 ريال والحسنة بعشر أمثالها. شوف كم سبحان الله، درهم يسبق 100,000 درهم. خلك من باجلد هذا وباقلاقل الله يرضى عليك. طلع يا أخي عند البخاري أنفق ينفق الله عليك. طلع يا رجال لوجه الله عز وجل. وما أنفقتم من شيء، نكرة تدل على الدنيا والعموم، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنت الذي تنفق يا رجل، إن الله ينفق منذ خلق السماوات والأرض. الفجر هذا وقته عظيم الله يرضى عليك، لا تضيعه. الصلاة هذه لا تضيعها، كل شيء إلا الصلاة. أول من تسر عنه في القبر الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. بعد ما تسأل في الأسئلة الثلاث بعد فتنة الملكين، من ربك ما دينك من نبيك، كل إلا الصلاة الله يرضى عليك. تبغى السعادة في الصلاة، تبغى سعة الرزق في الصلاة، تبغى الخير والبر والبركة في الصلاة. صلي بس انت واعبد ربك تبارك وتعالى، ومرغ هذه الجبهة لله تبارك وتعالى عز وجل. طاووس بن كيسان اليماني الفارسي أصلا، كما عند أبي نعيم في الحلية، خرج يوما في السحر إلى صاحب له فطرق الباب، فخرجت الجارية قالت إن سيدي نائم. قال ما ظننت أحدا ينام في هذا الوقت، في السحر ما ينام أحد، زي بعض الحبيبة تلقى وقت الليل عنده هذا مشعشع سبحان الله. كذلك من يحب الله عز وجل وقت الليل عنده يفزع قلبه، يقوم سبحان الله في الليل. وبالأسحار هم يستغفرون. يا سبحان الله، أجمل الأوقات حين يتنزل الله عز وجل. إن الله في البخاري يتنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل من خزائنه لا تنفد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ألظ بهذا الجلال والإكرام. ولذلك اطرق أبواب السماء بمصاريع الدعاء، وادعو الله عز وجل، وخلك في الليل ولو ركعتين، وأنا أقول جزاك الله خير، تناجي فيها الله عز وجل. اجعل هذا قصة لك خبيئة بينك وبين الله تبارك وتعالى. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن وجوده في قول كن أم، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار فقري إليك أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. حاشا لفضلك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أنت مع رب كريم تبارك وتعالى يعطي عطاء
سحى يده الليل والنهار تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسوء الأسقام، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم رد غيبتنا يا رب العالمين، ورد غربتنا، واحفظنا في أولادنا وذرياتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وربهم لنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، واجعلهم تحت رجالنا لو ترى من المطمئنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وجدنا وهزلنا وتفريطنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعل هذه البلاد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق من ورق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.